ما حكم بناء المساجد تحت البيوت؟ وهل تجوز صلاة الجمعة والجماعات فيها؟ وما الحكم وما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، ما دامت المساجد طاهرة في حد ذاتها وتهيأ للمصلين فلا بأس بذلك، ولو كان فوقها بيوت أو كانت هي فوق البيوت، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك أن يكون المكان ضيقا والمباني مزدحمة، فلا بأس أن يجعل الدور الأرضي مسجدا أو الدور العلوي مسجدا من العمارة ويهيأ للمصلين، لا حرج في ذلك والحمد لله. إلا أنه مهما أمكن أن يفرد المسجد بمبنى مستقل بمرافقه وتوسعاته فهو أحسن وأكمل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.